عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. السابع مرادفة من، يعني حوت من ما لمعنى كاني عن أو يعنى كب معنى يمين به، وهو اللوك أم آت، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني وهو الذي يقبل التوبة من عباده، يعني إخوة أخوائي كتوبة لعبد كان خوي قبول أكا بس أقع عن بي وكبري ليانا قزري أكري أخوة سمسا يقبل بمعنى يتجاوز ليبديت وكبري، وهو الذي يتجاوز عن عباده بالتوبة مثلا معناه كي وعليك توقت عنه كلاسل معناه خويا به، ويفعل ويعفو عن السيئات، وهروها لي بردي لأدوية، يعني وهو الذي يعفو عن السيئات لي بردي هي برامبر بالسيئات، يعني برامبر بكارخرا وكان يعني أول عني دوم نسأل معناه إخواتي برا عني أول معناه مين بويا الشاهد في الأولى شاهد يقول يا آية أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني أوان أوان نوا كإما لأن ور أجرين باشتريني أويك ور أنجامي أدن، يعني باشتريني أو كردوانيك أنجامي أدن إما لأن ور أجرين جاءوا باشترين ور أجرين معنى يعني باشكان ور ناقرين، هل يعني باشكان يعني لي ور أجرين، يعني اسم التفضيل كات يعني معنى هل تفضيل لي نقريان، أجر معنى تفضيل شي لي قريان أويوا أوان أنجامي أدن مثلا أويوا شاكتر أو جوا شاكا إما هل بشاكتر ور يقرين بچه دلیل او لیوا مثلا او عنه به معنای مینه نتقبل منهم بدليل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرين. نيو آية فرمي ليك كان والجيرة ولوتر والنجيرة أهم هذا قبول بمن تجاوز كردوه فزقل لك شوية نكشا معمولا عن لك عربو بجيمينك درأك ويك عنك معنى مين أدا يا وآياتي تلك فرمين ربنا تقبل منا ناج تقبل عنا فاز معنى وايا أصل وايا كمين لدواي ماذا يقبلوا بمين ساقر عن بوعنا كمعنى من أدى الثامن هشتمين ما لا دمعنا عن مرادفة البائي أويك عنك هاو معناي لقل باء وكما يتوى ما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى يعني بهوى هوى سناك بوسيلي هوى نادوين بلقوا أويك مثلا أدوين لروي وحي ويا والظاهر أنها على حقيقتها أما ظاهر ويا أمعنا لسال حقيقة خويبه نبى معنى بيبي وأن المعنى وما يصدر قوله عن هوى باشا يعني صادر نابه وتقسكي أولى هوى ودرناتشي بلقوا لروي لا مثلا من شئق سكا سر شاويق سكا هوى وهوز به أوانيا لا قربوا معنى اللي بدأ نوع عنه ك في وزنك أبي كي ب معنى باي اللي بدأه التاسع نهمين ما اللي معنى كاني عن الاستعانة استعانة كوما جورجرتن أكو بيتشون مثلا ببو استعانة كتبت بالقلم يعني عنه كي جت سر آلة فعل قاله ابن مالك ابن مالك ومثله ومثال شبول ذاته برميت عن القوسي يعني رميت السهم عن القوسي يعني تيركم لكوانك فردا وتتيركم بكومك كوانك فردا لأنهم يقولون أيضا شن أوان أرين بجيء وكبس يجن رميت عن القوسي يجن
رميت مثلا رميت السهم بالقوس يعني بكوانك فز ماذا بالقوس بلن بيك بو استعانه اساق بين وترى عن وترى يعني عن كش بو استعانه حكاهما الفراء رميت عن القوس ورميت بالقوس أبدو أنا فراء حكايات يعني كردوها وفيه رد على الحريري والرد شتال نقل فراء دا لسر حريري لتيا رد تياب أو في إنكاره أن يقال ذلك لوك إنكاري كردوها كآوا بوتر يعني بجي رميت عن القوس بوتر رميت بالقوس إلا إذا كان القوس هي المرمية مقر زماني قوسك خوي مثلا مرمية بي يعني نعم أري بارا بارا إذا كان القوس هي المر أري مفعلة مرمية وقت أبشت مرمات أجر مرميش بياني فرد راوة كبه مثلا قوسك خوي فرد راوة ولي أو معنى ناقة يعني وزنه هنا كان شنيان هي مفعل من هي ومفعال من هي ومفعله أوت إلا إذا كانت القوس هي المرماتة شي أوابي مرمات يعني بقى زمان قوسك مرمات بي يعني خوي آلتي فرد آلي آلتي فردانة كبه جاء قال أو بآلة فردانك بقري أو أخذ دروس بيجي رميت بالقوس يعني رميت بالمرمات مثلا وحكي أيضا رميت على القوس يعني لجي عن القوس على القوس شاتوة أما التواب تابع العاشر أن تكون زائدة للتعويض معناه دهمي أن أويك عنك زائد به زائد بوشي للتعويض من أخرى محذوفة لعنك تلك أو تر وتعويزات في عوز عنك تلك كمحذوفة أو عنيتر كقول أم شاعر أرى أتجزع إن نفس أتاها حمامها فهل التي عن بين جنبيك تدفع أتجزع آيا نقران أبي أجل نفسك أتاها حمامها نفسك مرقى كي بيتلاي إن قراني لو كان نفسك بمرية مثلا مكو خود بي فهل التي عن بين جنبيك تدفع دي أقل وايان نفسك ترد مريتونا راح الدبي بوي فهل التي أي بوشي أويك دفعناك يعني فهل لا تدفع آوة فهل لا تدفع النفس التي أي بو دفعناك لو نفسيك بين جنبيك كالوجود خود دايا لو جيانيك لجستتايا أي بو لو دفعناك مثلا مرقي لدورو ناخي كواتا وقت تو ناتواني مرق لخو دورو خي ناتواني لخو كتيرشي دورو خي يعني ليلة دا عنك زائدة فهل التي عن بين جنبيك تدفع يعني بعضي فهل لا تدفع النفس التي باشا عن التي أو قال ابن جني أراد فهل لا تدفع عن التي بين جنبيك يعني لا أصل آواها فحذف عن من أول الموصول وزيدت بعده إلى أول موصولك كشع عن التي وآلوا حذفوا كشيل دوايا هلاوا أين لا أصل آوابوا فهل لا تدفع عن التي يعني عن النفس التي بين جنبيك أحالة بينك هي جنية دي وقت عنك بوي عنك هي لبيش التي يكو عنك اللي حذف كرا ولي ربعي وزي أوهاتو الوجه الثاني وجه دوان بو زياد كردني عن وهي أن تكون حرفا مصدريا نبوت ما بس وجه دي نبو زيادني أما الأول وتو مانا عن بس يا شيء وبكاردي وين حرف جره باشا حرف جر كمان باسكر وجه دو بكي وهي حرف مصدر يعني عن ان بي ان وذلك ان بني تميم يقولون في نحو اعجبني ان تفعل عن تفعل يعني او جويك مثلا بني تميم كان بجيجي او بيجن ان يجن عن مثلا علين اعجبني
أو تري أعجبني أن تفعل، يعني فعل وكردويتو مني بعجائب هنا جاءوان بجيغي أو بيجن مثلا أعجبني أن تفعل، يجن أعجبني أن تفعل كواتي اللي واعنا كما مناي أنا ذر ما يجيك أنا وشاعرك ألي أعن أعن ترسمت من خرقاء منزلة باشي. ماء الصبابة من عينيك مسجوم، مسجوم يعني بخردي أري عن اللي باب مناي أنا آية يعني أأن ترسمت من خرقاء منزلة باشا آية تو رسم الكردوة الذي دخل خرقاء خرقاء وادي النبي أفرتيك منزليك يعني جيغو بيغيك لو رسم كردوة لخيالي خوتا يعني آلو جيغو بيغويك ماء الصبابة من عينيك مسجوم آوي عشق لدو شاوكيتو بخردي آوى ثاني وكو بلي يعني أما آوى أما الصبابة من عينيك مسجوم أن يعني لأن لام يقم قدر لأن ترسمت من خرقاء منزلة لبرو إلى خرقاء منزلة تصور كلمه برشاي خود يسألي وارا أو شاد أو ذي الرميشة لبني تميم به يعني بجي أن عني مكار هي ناوة يقال مثلا ترسمت الدار أي تأملت يعني بيرو اللي أكره يعني آية بيري منزليك إلى لك الوتوى وسجم الدمع أرين يعني سالة وسجمته العين يجي أرين يعني أسالته يعني شاوك بغي فرميسك كي بخر نار دوأوان وكذا يفعلون في أن المشددة يعني أوان لأن المشددة جدا أرين عنا مثلا فيقول أشهد أن محمد رسول الله فجيب لنا أن محمد رسول جاوب بنا عليا وتسمى عنعنة تميم أم مثلا تبديلي همزي أن بعنا كبني تميم أي كان في عن عني تميم أم شعرانا التجزء وفعول عو النفس مفاعيل أتاها فعول حمامها مفاعل بحر طويلة فهلا فهلل فعول التي عن بي مفاعيل لجنبي فعول كتدفع مفاعل أمش أعن أعنت ماشي نخي أعن ترس جن أو سين ساكن سيني أو سم تمين بالله ما بحري بسيط بيعشي أعنت أعنت رس أعنت رس مفاعل سم تمين فاعل خرقاء من مستفعل زيلة فاعل بارك واتأوى ولي بسيتي مقطوعة ما أصب مستفعل بتي من فاعل عيني عينيك مس مستفعل جوم فعل هو يعني بحري بسيط مقطوع أما تواب الوجه الثالث وجه سهم كي لوجه كاني عن ويا أن تكون اسما بمعنى جانب اسم بيو معنى جانب بدا وذلك حتى لشارك أما جمان بيكر تصل وعن قيض ببيداء يعني عن جانب قيض نا من جانب قيض يعني أنا كمان بمعنى جانب اليدايا وذلك يتعين في ثلاثة مواضع أو جارة لسيش ونا أو كاري وكري أحدها أن يدخل عليها من يكن ويك من جنس وهو كثير وزور وكو فلقد أراني للرماح هو درينة دريئة من عن يميني تارة وأمامي باشا على أو دريئة يا بمعناه هنا
دورو خروا دري درأ يا دركن ولا درأ يعني دفعي كرفالي بيون يعني مني بيني بدريئة واتمني كرد نيشان بورم آوا يا بويك رمم تيا بقري وأمانة للرماحي أما اللي كيو من جانبي يمينية إلى لا راس مجاريك هو جارك إلى بردم هو وتجار اللي راس ولا دم جار اللي بردم ولا دم آوا بقرأ دريئة يبزانت شو معناه كي هي للشعر كألوت ما حاجة مصارو معني جناب إيه كرمي نيشانة دي فلقد أرى متفاعل نيل الرما مستفعل حي دريئة متفاعل بحري كامل ملمرة من عنيمي مستفعل نيتارة مستفعل وأمامي فعلات يعني أبيت بحري كاملي ملمري مقطوع ليرى عن كم معناه جانبك يعني جاء لي ويحتمل يعني هل قري أو معناه عندي بلاي منه ولا من نظر مها أما يتش كعن كتاب معناه جانب به رأيتك وتفهمي شيء ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أري ما هرشي شيطان أخوي جوري جرتو وأختي دواي أويك الشيطان نعم يدمون أعوذ بالله إلى رحمة خدا أنت زاني خوار رحمي بيناكا وتي هرشي لا عبدكاني كر يعني لا آدمي زاد كرت شن جار الشيطان لو تي قشتبو ك الحوا زاني كهو كاري أميك خواي جورا أأوا لعنتي لي كردوا ولا رحمتي خوي دري كردوا هو كاركي آدم مناوي آدم زرية ديوتي خو من أوا ساكت داناني شم لآتي أنهم يعني بويان أشم وقبله هيرجة كما سريان يعني لبردم يانو باشا ومن خلفهم لبشت يانو وعن أيمانهم وللاي راس يانو وعن شمائلهم للاي شاب يانو جائسة أم بيوايا كأو عنا بمعنى بالجانبة يعني أوابه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم يعني عنك عتف بيتو بوسر أوا يعني بوسر بينك أو من بيتو بسريا باشا معنى جانب بقين وعن شمائلهم يعني ومن عن شمائلهم أو بويرة فتقدر مقدر ذكري معطوفة على مجرور من أبتخوي نزري وايا بعت فكرة وبصر مجرور منك لا على من ومجرورها نقعت في كتب وبصر منك ومجرورك ومن الداخلة على عن زائدة عند ابن مالك بلا ابن مالك أو منك أشياء سيصر عن زائدة والابتداء الغاية عند غيره بلا جقال ابن مالك أو مما يبو ابتداء غاية دائنين قالوا فإذا قيل قعدت عن يمينه أو يعني مثلا يعني قعدت جانب يمينه لا راسي ودانشتم فالمعنى في جانب يمينه وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها باشا أو قسيك كراو يعني قفية قلوة مقدر به احتمال ملاصقيها أو بيتشواني ملاصقج يعني
نيكاتوري من لا راس ممكن وصل بي بي وي لا راسيه وممكن ملاصقجنا به هل لا راسيه ومرا دور. فان جئت بمن يعني اجتوا لي مين بين قعدت من عن يمينه تعين كون القعود ملاصقا لاول الناحيه معينه بدياري ابيك قعودك بني قعودك بشسباوي بو اولي ناحيك يعني بو اولي لا راسك اوا يعني لا اولي لا راسك وبرين شسبيون بيو قوت مينك بو ابتداء نك زائد به فتا امين معنى تاثيري هلا معنى هذا ليرجع مقصك ابن مالك ردك اتو يعني من او مقبولنيه قبل من ليوا زائده والثاني ان تدخل عليها على باش يدوم اويك عنك على شيء تسري باشا يعني اجر برين مينك برين عنك بمعنى بو اسم بي على شيء تسري وذلك نادر او كما والمحفوظ منه بيت واحد اويك حفظ كرابي وهل قيلابي بو او بكري بشاهدي او ما بسته تنيا شعريك وهو قولي ام شعري على عن يميني مرت الطير سنحا وكيف سنوح واليمين قطيع على عن يمين يعني للاي راس موا بارندتي بربون مرور يعني بارندة سنحا وكبها الكوتوي بدر كوتوي يعني رويدا وكيف سنوح وهل كوتو أم مثلا أم بيدابونا شون رؤدا لحركة واليمين قطيع باشا لا راست براوة يعني لا راست نماوة هذه أو شعر مو تمشاكا معنى من جهة يميني مرت الطير سنحة ولكن كيف ينفع سنح الطير وجهة اليمين مقطوعة الأخبار عني مقطوعة الأخبار عني أها أي كيف أتفاعل بمرور الطير من جهة اليسار أي كيف شيء كيف شيء أتفاعل شو عند الخوش ببداي بمرور الطير من جهة اليسار إلى جهة اليمين أري بري ولا ولا جهتي شفوشون وجهتي راس كشون بواد الخوش ببن والأخبار معمية من جهة الأحباب لحالك هاتشي والأخبار شي معمية وقم معم ما واية معم معم أري معمي وكو مبني أري لجهتي أحبابه أها يعني خبري لا راست مني أوا كواتا يعني خبري لا راست مني قطع أو سنوح أي بس معنى لي ذاته سنوح أري أجمع مسافة ميت جمع السانح أري تقول سنح الطير يعني يصنح سنوحا إذا مر من مياسرك إلى ميامينك أري يعني أجر وقتك لا تشفوا بشن بو الراس باشا على عن يميني مرت الطير سنحا باشا كواتا رنقة أما أقر بارندة وكو شون بعد اشتيك وكو فالو شد فالا قرنو أوانا أقر بارندة لتشب وبو الراس بشنو للراس وبو تشب أما هيني عن هي فإذا قال لتشب وبين بو الراس رنقة أوان نشاني بعجبي ولي أقل لراس وبشن بو تشب رنقة نشاني خرابي أما أم ظاهرة نشانة الخوشية شنو على عن يميني يعني لجانب يعني للا يعني راس موا مرة الطير ولا أما بزلية أجا أو معنى كينو تيبرون بعض كان سنحا كحال ينو أبو سنحبون يعني مرور كنندبون تيبرون وكيف سنوح واليمين قطيع يعني سنوح شي أرض شكيبو من هيا واتتي برمون على تي بر للراس وبوشب لا لا شبه بو راسه حاجه مسمي اذا مر من مياسيك الى ميامينك اها لا لا قال شبه بر الراس بين اري اري يعني او بر لا شبه بر الراس دين كما من نشاني باشي بوايه بلان دي او
نشاني باشية كي نفعي هي بو من الحركة يمين قطيعة يعني لا يعني راستا كم لي قطع بو لي براوة توا بجوريك خبر بو ناي آوا بغل أو من بغل أمجر على عن فعول يميني مر مفاعيل رتي الطيف عول رسن حام فاعل كواتب بحري طويلة وكيف فعول سنوح والمفاعيل يمين فعول قطيع فعول يعني بحري طويل مقطوع والثالث أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد واحد أو ما نقول له وبر وتما أقل سورة عن مجرور كي فاعل متعلق كي دو ضمير بن بويق مسمى لو كاتش ده عن كاقل عن لواء حزوري بما معناي جانبة قاله الأخفش وذلك كقول امري القيسي قال ودع عنك نهبا نهبا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث ما دي ولكن حديث ما حديث الرواحل ودع عنك باشا يعني دع واز بين لخوت يعني واز بين ومالي ودع عنك نهبا يعني ودع نهبا عنك نهب يعني تالان تالان كرنوان يعني واز لتالان بين الجانب خوتوا بري كصيح في حجراته داي كهواري اللي برزو بوبي لمنزل كاني خويا ولكن حديث ما وبرام جور قسيك جور يما ولكن يعني حديث الرواحلي آوا يعني حديث كاروانا كان ويكاروانا كي جرنوا حديث ما وجور جرانا وياك هديت مشاكي أم بوبك مسافر اترك الحديث عن أب لنا التي شي عن شي لنا داي باش أب لنا التي نهبوها وصاحوا في جميع جهاتها أن أنا وإبيلا عن إبيلنا إبيلنا عليه عادي بخون الرايتر اترك الحديث عن إبيلنا التي نهبوها عليه وصاحوا في جميع جهاتها ونواحيها عليه ولكن حدثنا عن رواحلك كيف انتزعوها منك أو المعنى دع عنك قصة إبل الملهوبة من عنك قصة إبل المنهوبة منهوباني تالان كراو من الحظائم بله كدنق برزبو لها مو حجر كاني وكوات النهبا يعني تالان كراوك يعني باسي أو تالان كراو مكا كدنق برزبو ولها مو حجراتك يا يعني لها مو منزل كاني منزلي أو تعلانك لها منزل كان حالبي يعني باسي أو مك دي باشم تو أقر باسينك أي باسك كوري بيتو على جا توش باسينك ولكن حديث الرواحلي حديث ما باشا ولكن حديث ما حديث الرواحل يعني نوع جيرانويك حديث مايك يعني جورة جيرانويك مهم أشكري أوائل يبدينوا جرانويكي مهمة حديث الرواحلي يعني نبونا بشاو بوشي ليكري واتا حديثي داستاني كاروانا كان يا داستاني أو اشتر الراحلانا كدزراون وطالان كراوان باشا حديث ما يعني حديثكي مهمة خبركي مهمة يستا شبحري طويل بي ودع عن فعول كنهبا صي مفاعيل حفي حو تاحي كبرو فعول جراته مفاعل أري بحري طويلة جائسة كاني أمالي لا باري أو عن لقل دعاك كالك بنايك دايني مجروري عنك كافكيا فاعلي دعاكيش أنتيا أنتو كافكر كان رميري مفردي مذكري مخاطب فقط أنت رميري رفعي منفصلة كافكر رميري جري متصلة ولهذا كان بويك مستمع كان مفرد مذكر مخاطب قالوا صورتنا وكشول هي على كي شواء معنود
أمسك عليك. لو وثمان عليك معناي اسمه جاني. وقول أبي نواس، إيش قولي أبي نواس؟ وقولي أبي نواس يعني كقولي أو. قال إيش؟ قال دع عنك لومي فإن اللوم إغراء دي، وداويني بالتي كانت هي الداء. قال لخود دوروخا، لخود دوروخا يعني دع جانبك لومي، لخود لجانبي خوتو لومي من دوروخا يعني لوممك بو. وشن فإن اللوم إغراء، وشن اللوم كردني توبو من أبيت تشويق يعني واملي أكاك من زياتر شيل جيرتر ببم لسر أو كاريك أيكم. وداويني وتوم مداوام بك يعني وكو يعني دوام بري دارو درمان يعني درماني دردكم بك بالتي بأو دوايي كاند هي الداء كهر أو دردبو باشا يعني هر ب دردك دوامك وأوانك. هيا لكن يا زور هي أو شعراني سنانا وخاطر مثلا جاري خوي دبيبا لقمان وجاري خوي دبيبا دردي كشندو آوان عرضتو هر أوي كبوب درد هر أوي كدرد يعني بدردك دوامك آوان. أو بوشي جا مثلا دع عنك بو أبي مثلا وايدانك عنك ليوا أشي اسم به بحرف جربه على وذلك اللي لا يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل. على أوجد بروي كسر نكي أشي ولا متعدبوني فعلك إسناد رياب ولا ضمير وقدعك به ولا ضمير متصل سر نكي أشي ولا أمك أو تعداي كرد به ولا ضمير متصلك. على جاء قيشي كبابي وقد تقدم الجواب عن هذا يعني جواب لبريئة متي فرو لباسي علىها أتواني مشيت اليوم تالعيك. ومما يدل على أنها ليست هنا اسما ولو اشتاني كذلك الأسنى وكالي رداع عنك اسمنية أنه لا يصح حلول الجانب محلها لروانقي معناه شدروزني مثلا جانب ليواداني يسأل لو شواناني تركوتو معنا مثلا من عن يميني تارة وأمامي أكري عنك لا بيو جانبك لجيك يا داني برام لي ندع عنك ناكري ودع جانبك فاز ما دام كناكري عنك لسر معناه خوياتي نقبة معناه اسم بيو أوش نابت الدليل بري ولا أما أو تعداك عشان ليوش مثال من هنا وك مثلا أمسك عليك أبو علاج أو مثلا من هنا وك بري أكري علاك حرف جرم لسر معناه خوي بي شاهد أو تعدايك اللي مشهورة تعداي بنفسه بي موفق إن شاء الله تعالى نكت عدا بحرف جرم. موضوع السهل.